هنروح لكرة السلة رجال. زي ما حضراتكم تابعتم خلال اليومين اللي فاتوا، فوزنا المرتبط بتاعنا والرجال فازوا على الجزيرة في قبل النهائي وتأهلنا للدور النهائي إن شاء الله. أول مباراة بكرة مع الاتحاد السكندري صغيرين وكبار، تم تعديل موعد المباريات. إن شاء الله مباراة الصغيرين هتبقى الساعة 5، المرتبط الساعة 5، الفريق الكبير هيلعب إن شاء الله الساعة 8. المباريات الصغار اتنقلت من صالة الدكتور حسن مصطفى لملعب آخر، ولكن الكبار هيلعبوا على صالة الدكتور حسن مصطفى. الناحية الثانية طبعا أو طرف اللقاء الفاينل هو نادي الاتحاد السكندري اللي استطاع أن يفوز على نادي سموحة المحترم. بالمناسبة نادي سموحة أقصى نادي الزمالك من دور الثمانية، فسموحة نادي الاتحاد فاز عليه واستطاع أنه يتأهل للمباراة النهائية، وده كلاكيت تاني مرة. بفكر حضراتكم السنة اللي فاتت كان الفاينل أيضا أهلي واتحاد، ونجح النادي الاهلي بحسم البطوله بعد ما المرتبط كسب المباراتين وفرقتنا الكبيره كسبت مباراه بعد معوده طبعا المصابين من كورونا. كان ايهاب اني لو تفتكروا عمرو الجندي وعمر طارق، المجموعه دي كلها كانت مصابه ورجعت من كورونا وما اتمرنتش واستطعنا ان احنا نفوز. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يدافع عن اللقب بتاعه. بس انا برضو عايز اتوقف عند كره السله في حاجه. الجميل اللي شفناه مع مستر اجوستي ان هو كان دايما لما بيبقى المباراه تحصيل حاصل بتلاقي شويه يعني ارتخاء من اللاعبين او يتقال عامه المباراه مش مهمه. دي حقيقه، دي حقيقه. ساعات بتبقى المباريات التحصيل حاصل مش مهمه والمكسب فيها مش مهم، انت تاهلت خلاص فبتحافظ على لعبك. ولكن الحقيقه شفنا فكر مختلف. امبارح كان مباراه الكبار الاهلي والجزيره كانت مباراه تحصيل حاصل بعد ما فاز الناشئين في البطولتين وفي المباريتين، ونجحنا الكبار نفوز في المباراه الاولى في مع باسكت احمد حمدي او قضيه احمد حمدي في الثانيه الاخيره من المباراه. فاصبحت المباراه النهائيه او المباراه الاخيره الختاميه مع الاهلي والجزيره امبارح ملهاش اي قيمه او ملهاش اي وزن، خلاص احنا متاهلين. هل شفنا النادي الاهلي لعب مثلا باريحيه او شارك الصغيرين بالبلدي كده يعني الماتش مش فارق معاه؟ لا، شفنا فكر تاني. مستر اجوستي نزل امبارح بيلعب المباراه كان المباراه دي مباراه تاهل، واستطعنا الحمد لله ان احنا نفوز امبارح على الجزيره وفرق 8 نقاط او 7 نقاط، يعني الموضوع كان مرتاح. 76 72 4 بونت بس، يعني هو قال لي في الاخر. طيب هل شفنا تراخي من الفرقه؟ لا، شفنا امبارح عمرو الجندي مستواه هايل، شفنا تومسون لعب على فترات جيده، شفنا هاب امين طبعا كالعاده. القصد اقوله هنا ايه، او اللي احنا اتعلمناه او شفناه من مستر اجوستي كقائد للفريق انه مش هيسيب مباراه حتى لو كانت تحصيل حاصل. حتى الان الحمد لله فرقتنا بدون ولا هزيمه، سواء الفرقه الوحيده في المرتبط بدون ولا هزيمه، وايضا في البطوله العربيه بدون ولا هزيمه، وبطوله القاهره بدون ولا هزيمه. نتمنى استكمال السلسله مباراه بكره ومباراه الاربعاء ان شاء الله نكسب كبار وصغيرين عشان نفرض وناكد هيمنتنا على كره السله المصريه. ان شاء الله كل التوفيق، عندنا ثقه في الفرقه. فرقتنا طبعا مش احسن حال زي البطوله العربيه لسبب، لان احنا عندنا لعيبه مصابين وراجعين من اصابات، في فرق سرعات ما بين اللعيبه لان كل لعيب رجع من اصابته في مواعيد مختلفه، في لعيبه لسه بتلعب مش سليمه، يعني احنا مش في احسن حالاتنا كبطوله عربيه، ولكن باللي احنا فيه احنا قادرين. طيب في ناس بتقول لي ان فريق الجزيره يعني ازاي نطلع معاه باسكت واربعه بونت والجزيره فاضيه ما فيهاش لعيبه؟ لا، عمر ما الجزيره كانت فاضيه. فرقه نادي الجزيره فرقه بطوله وفرقه بتعرف ازاي تنافس. مش معنى ان احنا كسبناها في بطوله القاهره ان احنا بفرق 19 نقطة ان احنا افضل، لا، او ان احنا افضل ب 19 نقطة، لا، كل مباراة وليها يعني حساباتها. ولكن نادي الجزيرة فريق محترم، عنده لعيبة كويسين جدا، عنده سناتر تحت الحلقة كويسين جدا، عنده هيد كوتش هايل وراجل يعني السي في بتاعه معروف على مستوى العالم. اذا الفرقة جيدة جدا، فكونك تتأهل بالمشاكل اللي عندك والإصابات وفريق الجزيرة، لا، دي حاجة جيدة. إن شاء الله كل التوفيق بكرة، نبتدي أول خطوة بالمرتبط ونبتدي بعد كده بالرجال، وإن شاء الله بإذن الله يعني نبارك لفريق كرة السلة الفوز بالبطولة الثالثة يا رب إن شاء الله بعد هذه المباريتين أو اللقاءين دول.